هذه الموجودات لها مخازن ولها ينابيع. تلك المخازن والينابيع هي التي ترفض الكون كله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نمثل في الماديات بمثال واحد، وقس على هذا المثال سائر الموجودات. الشمس مصدر مركز لإضاءة العالم، ملايين الأطنان من النور تجتمع في هذه الكتلة في السماء. لماذا؟ لكي ترفض الكون. وهكذا سائر الموجودات، إضاءة الشمس، إضاءة القمر من الشمس، كل مكان تجد شعاعا، هذا الشعاع مركزه، أصله، مخزنه الشمس. فلا بد وأن تجتمع في هذه الكتلة هذا الضياء، هذا النور الكبير لكي يرفد العالم. ربما يتساءل شخص: لماذا النبي يعقوب كمثال على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بكى في فراق ابنه يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ لماذا 40 عاما يبكي، يبيض عيناه، تبيض عيناه، الله تبارك وتعالى يعيد إليه نور بصره، وللمرة الثانية وللمرة الثالثة وللمرة الرابعة وهكذا. لماذا؟ لأن النبي يعقوب صلوات الله وسلامه عليه هو مخزن العاطفة التي ترفض العالم بالعواطف. كل الآباء والأمهات يمتلكون شعاعا من العاطفة تجاه أولادهم، مركز العاطفة، شمس العاطفة. كما أن هذه الشمس المادية في قلب السماء تعطينا أشعة في كل بيت شعاع، كذلك النبي يعقوب أسوة، مخزن، ينبوع العاطفة لجميع البشر. وهكذا خذ الأولياء، الأنبياء، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النبي آدم يتوب إلى الله تبارك وتعالى كم سنة؟ 200 عام، لأنه مخزن التوبة الإلهية. لا بد وأن يمتلئ توبة حتى أقتبس من توبته شعاعا قليلا.